الصبح وأهلها على هذا التكريم. لكن عايز أقول حاجة أهم، إن مصر جاية من الأرض المباركة في سيناء، من المؤتمر الاقتصادي إلى الأرض الطيبة في الأقصر، توجه رسالة للعالم أن مصر قد عادت، مصر عادت من جديد تتألق. طاقات التنوير بإذن الله تنير الأجواء العربية وأجواء الشرق الأوسط وأجواء العالم كله بالفن المصري. الاقتصاد المصري بإذن الله بيتعافى، زي ما احنا شفنا رسالة الهامة جدا اللي هي أهم من فكرة حتى المؤتمر، كانت الرسالة اللي خلفها هذا المؤتمر للعالم إن مصر عادت، وده حاجة شديدة الأهمية، إن هذا الدعم الدولي الكبير اللي حظي به مصر، إحنا بنشكر العالم كله على هذه الوقفة اللي جتها مع مصر، وبنوجه من أرض الأقصر الطيبة وأهلها العظام رسالة أخرى، إن مدافع وكتائب التنوير المصرية بإذن الله ستقف على قدم وساق مع كل الكتائب الأخرى في السياسة وفي الاقتصاد وفي كل العلوم بإذن الله، عشان مصر تعود تؤدي دورها تجاه الإنسانية اللي عمرها ما تخلفت عن أداء هذا الدور، وبإذن الله مصر تكون عند حسن ظن العالم زي ما كانت عبر 7000 سنة. أنا أشكركم.